الخلاف الحقيقي حتى اقتصادي. اها نعم. مو لو صدقني لو ألغى رئيس الوزراء دعوات المباشرة وصلاحيات المحافظ في إحالة المشاريع والعقود وطبق على قانون شروط العمل المقاولات بالإعلان المناقصة والمنافسة، المفاوضات تكون أسهل بكثير. طيب. ولدينا مشكلة أخرى، حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بسبب انتخابات الإقليم يتنافسون على منصب المحافظ. حزب الديمقراطي لا يوافق الاتحاد يستلم منصب المحافظ قبل انتخابات الإقليم لأنه يؤثر عليه سياسيا. نحن ندفع حتى خلافات السياسية في داخل الإقليم، خلينا نكون صريحين أكثر يعني. وهذه المواطنين في كركوك ستة أشهر بدون حكومة، 7200 عقد الوقت يعني دخلت.